السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير من الطلاب إن لم يكن الكثير من الناس يقعون في هذه المشكلة، وهي مشكلة التفريق بين همزة الوصل وهمزة القطع وطرق كتابتها في الكلمة، سواء في أول الكلمة أو في وسطها أو في طرفها. ومتى تكتب على ألف ومتى تكتب على واو، ومتى تكتب على الياء أو على نبرة، ومتى تكتب على السطر. سأحاول في هذا الدرس شرح هذه الأمور بطرق ميسرة وسهلة للجميع، والمساعدة في التخلص من هذه العقدة إلى الأبد بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، تعريف الهمزة. تعريف الهمزة: الهمزة حرف صحيح يقبل الحركة، وتقع في أول الكلمة على هذه الصور الثلاث، وفي وسطها على أربع أشكال، وفي آخرها على أربع أشكال أيضا. وهي حرف من حروف الهجاء، صورته الأصلية الألف. ثانيا، الفرق بين الهمزة والألف. عرفنا موقع الهمزة في أول ووسط وآخر الكلمة. في أول الكلمة على هذه الصور الثلاث، همزتي قطع وهمزة وصل، وفي وسطها أربع صور، وفي آخرها ترسم على أربع صور. بقي أن نتعرف على مواقع الألف في الكلمة حتى نتعلم الفرق بينه وبين الهمزة. في أول الكلمة لا يأتي ألف في أول الكلمة، الذي يأتي في أول الكلمة هي همزة الوصل وليست ألف. أما الألف فتأتي في وسط الكلمة وفي آخرها. هل عرفت الفرق الآن؟ لاحظ الشبه بين هذه الألف في وسط الكلمة وبين همزة الوصل في أول الكلمة. إذن الذي تأتي في أول الكلمة هي همزة وصل وليست ألف. ثالثا، همزة القطع وهمزة الوصل. ألف همزة القطع، هي همزة تظهر على الألف نطقا وكتابة، سواء في أول الكلام أو في وسطه، وترسم على شكل رأس حرف عين صغيرة فوق الألف أو تحتها هكذا. أمثلة على همزة القطع: أحمد، أمل، أخذ، أخي، إن، أكرم، إلا، إذا، أقبل. باء همزة الوصل، هي همزة ينطق بها في أول الكلمة بالحركات المعروفة الفتح والضم والكسر دون أن ترسم على الألف هكذا، ولا تنطق إذا جاءت الكلمة في وسط الكلام. مثال: انتقل الساكن من المنزل. لاحظ، لم نكتب الهمزة على الألف في كلمة الساكن وفي كلمة المنزل. والغرض من همزة الوصل هو التوصل بنطق الساكن في بداية الكلمة. أمثلة على همزة الوصل: الماء، الطعام، احمرار، اجلس، الكتاب، اثنان أو اثنتين أو اثنين، ابن، اذهب، امرأة. رابعا، الفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل. همزة الوصل تأتي على صورة واحدة، صورة الألف بدون رسم الهمزة. همزة القطع تأتي على ثلاثة صور: همزة مفتوحة، همزة تحتها كسر، همزة فوقها ضم. آ إي أو. لدينا مثالين: استمع وأرسل. إذا أردنا أن نعرف أيهما همزة الوصل وأيهما همزة القطع، ضع حرف واو أو فاء قبل الهمزة أمام الهمزة مباشرة، قبل الهمزة مباشرة، واقرأ. لاحظ عندما نقرأ: واستمع، واستمع، بينما وأرسل، وأرسل. في استمع لم ننطق الهمزة، أما في أرسل
نطقت الهمزة. إذن استمع، همزة وصل، همزة استمع همزة وصل، وهمزة أرسل همزة قطع. خامسا، كتابة الهمزة المتوسطة. بعد أن تعلمنا الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع في أول الكلمة وطريقة كتابة ونطق كل منها، سننتقل الآن إلى كتابة الهمزة المتوسطة التي تأتي وسط الكلمة. ولمعرفة الطريقة الصحيحة لذلك يجب مراعاة التالي: ترتيب قوة الحركات مع الحركة والحرف الذي يناسبها. لدينا الكسرة هي الأقوى، أقوى الحركات الكسرة. الحركة أو الحرف الذي يناسبها لكي نكتب الهمزة عليه الياء. إذن الكسرة هي أقوى الحركات، يناسبها كتابة الهمزة على الياء. تليها في القوة الضمة، يناسبها كتابة الهمزة على الواو، الضمة يقابلها الواو. تليها أقل قوة الفتحة، يناسبها كتابة الهمزة على الألف، الفتحة يقابلها الألف. وأقل قوة السكون، يناسبها كتابة الهمزة على السطر. إذن إذا كان الحرف ساكن أو إذا كانت الحركة ساكنة تكتب الهمزة على السطر. قاعدة مهمة: عندما نكتب الهمزة في وسط الكلمة نضع في اعتبارنا أمرين، وهما حركة الهمزة نفسها، اثنان حركة الحرف الذي قبلها مباشرة. ثم نطبق قاعدة الحركة الأقوى. مثال: لدينا كلمة أفئدة. أفئدة، ما هي حركة الهمزة في أفئدة؟ ممتاز، أحسنت، الكسرة. وما هي حركة الحرف الذي قبلها؟ جميل، السكون. إذن أيهما أقوى، الكسرة أم السكون؟ ممتاز، الكسرة. الآن ما هو الحرف الذي يناسب الكسرة كما ذكرنا سابقا؟ جميل جدا، الياء. إذن ما يناسب الكسرة هو الياء. إذن نكتب همزة أفئدة على ياء أو على نبرة هكذا: أفئدة، أفئدة. نأخذ مثال ثاني: تطمئن. لاحظ ما هي حركة الهمزة في تطمئن؟ نرى أن تحتها كسر، ممتاز. وما هي حركة الحرف الذي قبلها؟ الميم، جميل، الفتحة. إذن أيهما أقوى، الكسرة أم الفتحة؟ أحسنت، الكسرة. الآن ما هو الحرف الذي يناسب الكسرة؟ جميل جدا، الياء أيضا. إذن نكتب همزة تطمئن على ياء أو على نبرة هكذا: تطمئن، تطمئن. مثال ثلاثة: أولياؤهم. لاحظ ما هي حركة الهمزة في همزة أولياؤهم الوسطى المتوسطة؟ نعم، أحسنت، الضمة. وما هي حركة الحرف الذي قبلها؟ لدينا ألف ساكنة، جميل. إذن أيهما أقوى، الضمة أم السكون؟ أحسنت، الضمة. الآن ما هو الحرف الذي يناسب الضمة؟ جميل جدا، الواو. إذن نكتب همزة أولياؤهم على واو هكذا: أولياؤهم، أولياؤهم. بعد أن تعلمنا كتابة الهمزة المتوسطة وطرق كتابتها، ننتقل إلى سادسا: كتابة الهمزة المتطرفة. القاعدة تقول: يجب مراعاة حركة الحرف الذي قبل الهمزة المتطرفة فقط بغض النظر عن حركة الهمزة نفسها. أي إذا كانت حركة ما قبلها الكسرة تكتب الهمزة المتطرفة على الياء، إذا كانت حركة ما قبلها الضمة تكتب الهمزة المتطرفة على واو، إذا كانت حركة ما قبلها الفتحة تكتب الهمزة المتطرفة على ألف، إذا كانت حركة ما قبلها هي السكون تكتب الهمزة المتطرفة على السطر. نطبق هذا الكلام في أمثلة. لدينا قارئ. لاحظ ما هي حركة الحرف الذي قبل الهمزة؟ ممتاز، قبلها حرف مكسور، وقلنا الكسرة تناسبها الياء. إذن نكتب الهمزة على الياء. يجرؤ، حركة الحرف الذي قبل الهمزة الراء الضم، قبلها حرف مضموم، وقلنا الضمة تناسبها الواو، إذن نكتب الهمزة على واو.
بدأ قبل الهمزة حرف الدال مفتوح، قبلها حرف مفتوح، وقلنا الفتحة تناسبها الألف، إذن نكتب الهمزة على ألف. بطء، لاحظ أن الطاء ساكنة، وقلنا أن السكون تناسبها همزة السطر، إذن نكتب الهمزة على السطر. ملاحظة، حروف العلة الألف والواو والياء تأتي ساكنة دائما، إذا سبقت الهمزة المتطرفة تكتب الهمزة على السطر. أمثلة، جزاء همزة قبلها ألف ساكنة، ضوء همزة قبلها واو ساكنة، مضيء همزة قبلها ياء ساكنة. انتهى بحمد الله الدرس. أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم، وأتمنى أن يستفيد الجميع من الدرس، ولا تنسوا تدعمونا وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتضغطوا زر الإعجاب لايك. إلى اللقاء مع درس جديد.